وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين في باريس الدكتور خالد العنقري اعتزاز السعوديين باليوم الوطني والافتخار به لأنه يمثل وحدة المملكة. طبعا اليوم الوطني يوم نعتز به ونتشرف به جميعا، لأنه يمثل يوم وحدة المملكة العربية السعودية وتجميع شتات مناطقها في دولة واحدة قوية كبيرة أصبح لها وزنها وأهميتها بين دول العالم كقوة اقتصادية. كما نعلم المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر 20 اقتصاد في العالم، وتمثل أحد المراكز المهمة ضمن الدول العشرين، ولها دور سياسي كبير سواء إقليميا أو عالميا. فهذا يوم نعتز به لتأسيس هذه الدولة القوية التي ننتمي إليها.